بين البلد الواحد يا استاذ عبد الله، ويمكن شفنا اكثر في التقرير قبل شوي انت لامست حب الناس بشكل عفوي توا في سوق المباركيه لما كنت موجود هناك، وقالوا لي انك انت تحب المكان هذا وايد. انا اي شيء في الكويت انا احبه، اي شيء، وخصوصا بعد شعبي وانا فنان شعبي. وانت فنان شعبي فرحت هناك. نعم، وداني، ما قصر التلفزيون، كان يعني وداني لهناك. والبارحه كنت في الابينوس، يا الله. نعم. ليلة سمعتي الكلام الله. اللي عجبني فيهم كل واحد يقول لي نورت الكويت. واحنا كنا الكويتيين، والله هذه التعابير فيثلجون صدري. يمكن الكويتيين ما يحبوني كلهم، يعني كلهم على الاقل كلهم يقول انا ما احبك، والله شو بسوي في هالحاله. فلكن كل واحد يتكلم تصريح عام، الكويتيين نعم. كلهم يحبونك، وهذا الحين تبي تكررين على نفس العباره. انا اكد عليها. للشرف والفخر والامتنان على المحبة هاي اللي لو تندفع ملايين ما حصلوا عليها. الله يحفظك إن شاء الله. أنا ممتن للكويت كلها. أول شيء نقول شكرا على حضورك اليوم مرة أخرى. أستاذ عبد الله، طبعا مثل ما ذكرت قبل شوي، أنت من أهم الفنانين ومن أوائل الفنانين اللي تمسكوا باللون الشعبي وإحياء الفلكلور الخليجي. لا شك أن لك محطات رائعة في أكثر من مجال، لكن نبي نتكلم عن البدايات لما بدأت تحب الفن وانت في عمر صغير، وأبي أعرف سر جهاز الراديو اللي انت كنت متعلق فيه وانت صغير. صحيح. شوفي طعمك، باختصار انا بحاول اسرد لكم. انا كنت في بيت اللي ربتني انا وامي وابوي واخواني، الشيخ حسن عبد مانع على المكتوم من الاسره الحاكمه. والنعم. رحمه الله عليها. الله يرحمه. هذه الانسانه، ولا زلت لين اليوم في كنف عيالها واولادها، وهم سندي وظهري اللي انا الله يحفظهم عليهم. ان شاء الله. وبعدين الاسره الحاكمه في دبي كلها كانت واقفه جنبي. فاللي حدث ان في بيتها تشغل بروجيكتر سينما، ويجيبون الافلام ويشغلون احيانا اسود وابيض واحيانا ملون. نعم. كنت خلال هذه السينما انا من ضمن اللي يشغلونها، اذا الشيوخ تعبوا ويبون يستريحون جيت انا وجلست على البروجيكتر واتم انا اشغل السينما واشوف من خلالها الافلام والاستعراضات والاغاني. فبدات احفظ من دون ما اشعر. نعم. لكن لما نروح رحله يقولوا اللي يقول كيف غنت كذا، كيف سوى التمثيل كذي، وكنت اقلدهم اللي سووه في الافلام. حلو. الناس اللي عاديين ما عندهم سينما ما شافوا يقولون انتم وين تب، كيف تعلمت هالمسائل؟ وانا في السينما اكتسبها من السينما. المهم انتقلت الى الكشافه. في الكشافه كان مطلوب ان يعني حد الاسره المدرسيه والنظام الكشفي انه يعزف او يغني. صحيح. وكان من ضمنهم هذا المعسكر الكشفي، صرنا في راس الخيمه في اماره من امارات الامارات. وفي راس الخيمه كان ساكن مصيف للشيخ راشد بن سعيد، مؤسس وباني دبي. نعم. كان موجود في القصر ونحن معسكرين في راس الخيمه. فقرروا انهم يروحوا له واستضافنا. فانا بالمعسكر الكشفي شو بتعمل شو بتعمل؟ قلت لهم انا بغني، هذا الوحيد الشيء اللي اقدر اسويه. فرحنا له ونحن نغني لعقب ما خلصت الغناء. طبعا جت الاظرفه والمكافآت للكل. انا بالاضافه للاظرفه كان هناك راديو. اها. هديه. هديه راديو في هذاك الوقت، بث مباشر. هديه ثمينه تعتبر. ثمينه اظني، قيمه، قيمة أظني نادره. صحيح. ولو من حاكم البلاد الله. رحمه الله عليه. الشيخ راشد مش بس مؤسس يعني الدوله ولا البلاد ولا الحكم، مؤسس الانسان فيها ومواهب الانسان. جبت هذا الراديو طال عمرك، يلا يوميا الشرق الاوسط وصوت العرب، واسمع ام كلثوم وعبد الحليم وفايزه وبرد العمالقه. فبديت احفظ من هناك. لما اروح الصبح المدرسه ولا عند ربعي واغني لهم، انتم وين تجيب هالاشياء؟ وين جايبنا؟ احنا ما نسمعها. بالضبط. بالراديو اللي كان محدود الموضوع هذا. صحيح. مو الكل. الوحيد اللي في الشندقه تحديدا انا الوحيد اللي حافظ البارحه حفله ام كلثوم، وحافظ اليوم عبد الحليم، وباكر واغني لهم واحفظ من خلاله. فهني بدات المسيره لين يا تلفزيون الكويت اللي عقدتنا اياه الكويت لدبي، وهذا قالوا احنا نبغى انشطتكم. وانا كنت في نادي النصر ايامها. نعم. فياو ياخذون من نادي النصر، خذوا فرقه موسيقيه ومكتبه وحد بيعمل كذا يمثل، من ضمنهم خذوني انا كمغني، وغنيت من هناك وظهرت الصوره وطلعت الصور للناس. من هنا كانت الانطلاقه. من هنا كانت الانطلاقه، بدات الناس تشوفني وتعرف ان عبد الله بالخير هذا شكله وهذا شيء. جميل. فانطلقت عقب لي الى ان صرت القاهره. وبعد هذه الانطلاقه وبدايه مشوارك
كانت من خلال فن المونولوج تحديدا، هذا الفن الجميل. ويعني نتكلم شويه عن فن المونولوج في ذاك الوقت، تفاعل الجمهور الاماراتي مع هذا اللون، خصوصا انه كان نقول لون جديد بالنسبه لهم، لون جديد على المجتمع. شلون كان تفاعل الناس؟ صحيح. لان المونولوج كان في وقتها هو يعالج ويثقف ويوعي الناس، فكان كله في ابتسامه وانت جالس تسمعه. وكان المونولوج في هذاك الايام اذا حبوا يقلدون الفنانين، انا اذكر مثلا على سبيل الدعابه كان عبد الحليم مغني الاغنيه قارئه الفنجان، جلست اظنيها قارئه الفنجان يمكن. نعم. فهو يقول مثلا جلست والخوف بعينيها، هو حين يغني ها؟ تتامل فنجاني المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، الحب عليك والمبسوط يا ولدي، الحب عليك والمكتوب يا ولدي. الله. طيب واحنا رايحين علشان نشوف المونولوج يجي سيد ملاح، تذكرون كلكم اكبر مونولوجيست اظني في الشرق الاوسط. نعم. ويبتدي بالعزف وتبتدي الفرقه تعزف، والظاهر هم عاملين يعني تمثيليه، فهو يقوم واحد بيغني وتعزف الموسيقى، فواحده منهم تقوم واقفه من وسط الحضور. نعم. الظاهر تعرفين تنسيق او سين بينهم. حلو. فتقوم واحده واقفه ويقول لها اجلسي، يقول حق الياسه، فهي تقوم الياسه شوي وتقوم مره ثانيه توقف، والموسيقى الحين تعزف عامله، فهو يقول لها اجلسي، فالناس يلفت نظرهم ويطالعونها. صح. يوم يطالعها يقول جلست. جلست، والناس تصدق وتضحك الصالة وأنا في القاهرة حين هالكلام. جلست والخوف بعينيها، وياخذ ما أدري شو سيف، ولا تتأمل سيفي المسلول، يضحك. فمن هنا جت البهجة عندي، أن أحيانا تقدر تسوي تجيك البهجة في غناك وأسلوبك وطريقتك. بس هذا نوع من الفن مو أي أحد يقدر. لا، يحتاج إلى براعة. صحيح. أول شيء إلى تقليد الصوت والشكل والأسلوب والمقدرة على الحفظ وعلى الأداء والنغمة وروح الفكاهة والخفة بنفسه، بعد إضافة إلى هذا. نعم. وتوعي الناس عليه، فمن هنا حبيت. جميل. هذا فن فعلا راقي، فن راقي ولا رسالة وهدف. صحيح. وأبي أتكلم عن دراستك في مصر، لكن عقب ما تهدينا أغنية. زين. خلنا نغني. زين. مع الفرقة تبون نغني؟ مع الفرقة يا طبعا. الله يا الله، فرحان حبايبي. اللي يعني اللي يعني اللي يعني اللي يعني بلوتي بلوى قلبي يتلوى اللي يا لعيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني ودلتي دلتي 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 هاي 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 دلتي 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 عليك 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 اللي يعين
طول النهار يهلي وعين يميل العين على الخد جاري اللي يعين اللي يعين طول النهار اللي يعين يميل العين على الخد جاري اللي يعين وردد ونتي والليل ساري اللي يعين يا ويل حالتي لازيد بناري اللي يعين ردد ونتي والليل ساري اللي يعين يا ويل حالتي لازيد بناري اللي يعين دلتي 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 زاد الولع والشوق زادي اللي يعين صبحي طلع ونفس هادي اللي يعين زاد الولع والشوق زادي اللي يعين صبحي طلع ونفس هادي اللي يعين أردد ونتي وعقف وادي اللي يعين سهران ليلتي دايل ودادي اللي يعين ردد ونتي عقب وادي اللي يعين سهران ليلتي شايل ودادي اللي يعين خلي خلي مرتاح وسالي اللي يعين ينام خلي بالهم سالي اللي يعين خلي خلي مرتاح وسالي اللي يعين ينام خلي من الهم سالي اللي يعين بسهر عيني ليالي اللي يعين يسلم هالصوت استاذ عبد الله شعللت الاستديو باجمل الالحان واجمل صوت. شكرا حفظك الله حبيبي شكرا شكرا جزيلا. لو نتكلم عن دراستك في مصر مثل ما تكلمنا قبل الاغنيه خلينا نتكلم اكثر عن هذه المرحله، اكيد كان لها دور كبير في تاسيس وتطوير موهبه الاستاذ عبد الله بالخير. ما في شك حفظك الله. انا اذكر لما رحت المعهد قلت لهم انا ابغى ادرس الموسيقى. سألوني سؤال بسيط، شو تعرف تسوي؟ أنت جاي بتدرس الجامعة. نعم. شو عندك المبادئ؟ للأسف كانت الإجابة لا شيء.
تعرف تعزف؟ لا. تعرف نوته؟ لا. تعرف ما كل شيء شيء. فكان الموقف صعب انهم يقبلوني، فلجأت الى يوسف دوخي رحمه الله عليه، وهو يعرف رتيبه الحفني عميده المعهد الموسيقى العربيه. فبواسطته قالوا له هذا يعرف يغني، وهذا جاي من دوله عربيه ومن الامارات او من دبي وكذا وكذا. عن طريقه قبلت في المعهد. جلسوا اللجنه علي قالوا لي شو ممكن تقدم لنا؟ قلت لهم لا تسالوني اي سؤال، فقط بغني. وأحفظ هاي الأيام الأغاني المصرية، لأن نحن تعرفين أغانينا لو حتى غنيته بيكون بصيغة شعبية ما بيحسون بحلاته ولا جماله ولا عمقه. فاضطريت أغني مصري لهم فقبلت. الموسيقار الكبير بليغ حمدي رحمة الله عليه هو تبنى الفنان عبد الله بالخير، كان داعم لك ولموهبتك. نبي نتكلم أكثر عن علاقتك بهذا الهرم الموسيقار بليغ حمدي والتقائك فيه والأعمال اللي جمعتكم. كان من ضمن حلمي هذا الملحن العملاق اللي يلحن لأم كلثوم وعبد الحليم وفايزة ووردة ومسوي هاي الأغاني الجميلة ذات الإيقاع الرابش في أيامها. لكن شو بيوصلني له هذا الحلم الجميل؟ المهم أول ما وصلت القاهرة أسأل في المسبيرو اللي هو التلفزيون مال مصر، نعم، وين بيت بليغ؟ أبغي بيته. المهم دلوني على بيته في الزمالك وكذا، ورحت على بيته وين بهجة علي حسب ما أذكر لنا الحين، لأن هو مخيلتي، لأن هني بدأت مسيرتي. صحيح. فواي عند البهاد متأكدين أنه أطرق الباب، ينفتح الباب، من حضرتك؟ الأستاذ بليغ موجود. الأستاذ بليغ مين حضرتك؟ السؤال. أنا عبد الله. عبد الله طيب عبد الله كيف؟ ما يستوي عبد الله، مش موجود الأستاذ. روحت بعدها بيومين دفت الدق على الباب، الو سلام عليك، انا عبد الله ذاته اللي طقيت الباب من يومين مش موجود. ويتعبوني طالع عمرك ما اعرف كم المسافه، نسيتها بعد ما نجحت. المهم في يوم من الايام، تعرفين المثال الشعبي، كثر الدق يفتش اللحام. بالضبط. انفتش اللحام ودخل على الاستاذ بليغ في انتظارك. ضاقوا مني، قال لك انا وانت تي وانت شو تبى؟ ويوم لما انفتح الباب انفتح لي عاده افق انطلقت مسيرتي. دخلت عليه سلمت عليه بحفاوه وبإلى اخره. قال نعم من وين انت جاي؟ قلت انا من دبي. هو يعرف دبي طبعا لان اصدقاء قم هادي التاجر ومهدي التاجر عائله التاجر اللي كانوا سبق وان جابوا عبد الحليم عندنا عشان يغني في الامارات او في دبي. المهم طال عمرك بدا السؤال شو تعرف؟ قلت له انا بغني اغنيه من الفنانه ورده. ضحك وابتسم عليها. قال ما عندك اغاني مالكم؟ قلت عندنا، لكن انا اول بغني لك مال ورده. حلو. بحكمه من ربي ان يعني اغني له شيء هو عامل لنا، هو بيكتشف من خلاله اذا كانت في مقدره ولا مساحه صوتيه ولا اداء جيد. نعم. لكن غنانا ما بيكتشف مثل ما خبرتك. فقال لي غنيت لاغنيه ورده الجزائريه. لو شفتي اللحظه وهو ياسي طالع في تصوري، والمعقوله حافظ على عن ظهر قلب واللحن والمقام يروح ويروح ويرجع ويرجع. نعم. بعد هذه المقابله قال لي خلاص خل تليفونك وهذا، واسعدنا وشرفتنا ونورت مصر من هالكلام الجميل، وروحت اياها في البيت عاده. ما يرن التليفون ولا اركضت الو بليغ، لا الغساله تحت تقول لك ارسل. الله اقول لك شو معانا؟ انا اسد التليفون وطالع من اللي ركضت، مره الشغال ومره مال الغاز ومره مال وانت ناطر تليفون. يا الله ناطر التليفون. اول مره في حياتي يعني احس بهذا الشعور يا ستريا، مو مصدق. الى ان في يوم من الايام صح التليفون، مكتب بليغ حمدي واحنا في انتظارك. والله لو اقول لحظة كان شريط فيديو حني مر قدامي، ركيض من المهندسين جري، اظني لو الماراثون كان غلبت الخط رقم واحد بلا بالماراثون. وصلت بيت بليغ حمدي في الزمالك من المهندسين ركيض. نعم. الى ان وصلت الباب وقفت عن قبل لا اوصل البيت، اخذت نفسي وريحت ومسحت عراقي وهذا، ويت عليهم واتفاجئ بلحنين بدل اللحن. الله. نعم والله. بعد الانتظار والصبر جاب نتيجه جميله وجيده. اثنين انت عارفين شو معنات هذا؟ الشهاده للمعهد اللي كان بيقبلني. صحيح. والشهاده للناس، وهذه الاغنيتين هذيلا هم اللي لفتوا نظر الحبايب الكويتيين غناموا. شنو كانت الاغنيتين؟ وحده اسمها على هواه والثانيه اسمها غريب غريب. نعم. كان النعم هم هذيلا طعمت ما غنيتهم لفت نظر الشعب، منو هذا اللي لحن لبليغ؟ اكيد
أن في شيء جميل لمح، أكيد شاف في شيء حلو طبعاً. وبعدين طلبت من بليغ زيادة أني أغني مع وردة في حفل سينما ريفولي، وفي يوم من الأيام وفي لحظة من اللحظات جميلة أذكرها الحين، غنت وردة الزائرية على الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن. وبعد ما خلصت والناس يعني مودعين المسرح عشان يروحون، ويطلع عمار خورشد رحمة الله عليه عازف الجيتار الشهير، الله يرحمه، ويقول لهم أما الآن فقرة من دول عربية من دول الخليج، الناس وقفت وهم بيروحون بيسيرون وقفوا عشان يطالعون. حتى اليوم أنا دخلت كلهم واقفين، فكلهم قالوا يعني عشان نشوف هاللحظة الأخيرة. فوقفت أنا عندي أغنيتين يمكن مدتهم نص ساعة بس كذي، وطلعت بملابس اللي جايبينها من بيروت، الكاروهات والكرفتة كذي، فشافوا المنظر مختلف في الديزاين شوي، والكشن مثل ماي مايكل جاكسون، أقل من مايكل جاكسون لا زلت إلى الحين. المواجهة مع الجمهور في ذاك الوقت، مواجهة مع الجمهور المصري، ما يعرفوني ولا أعرفهم، وتوني جاي بعدني يعني ما درست ولا عشت في مصر ولا شيء. نعم. وطلعت عليهم بأغاني بليغ، بيبون يشوفون منو هذا اللي لحن لبليغ؟ منو هذا اللي الفرقة الماسية واقفوا وراه؟ أكيد أن شيء تموا واقفين. فأول ما بديت أغني جلسوا اللي واقفين، اللي واقفين جلسوا لمدة نص ساعة، خلصت فقرتي، ومن يومها انتشر عبد الله بالخير يعني ما شاء الله في الخليج كله. من ضمن اللي لفت انتباههم ونظرهم الفنان يوسف مهنا، وعمل لي علاية جميل. أنا بنتقل الحين من مصر، نطير عودة إلى الخليج، وأيضا كانت انطلاقتك على المستوى الخليجي أيضا مع العديد من الأسماء الفنية بالكويت، مثل الأستاذ غنام الديقان مثل ما أنت ذكرت، وسليمان الملا، راشد الخضر، يوسف المهنة، يوسف الدوخي رحمة الله عليهم. ودنا نتعرف أكثر على هذه التعاونات بالكويت وعن هذه المحطة المهمة في حياتك. إن شاء الله. إذا تعاملت أنا بمجرد ما غنيت ونزل كلهم كانوا يتخبرون، والقصة أنا أصدقائي أولاد العصيمي. نعم. أولاد العصيمي شاءت الظروف أن الفنان القدير مصطفى أحمد متزوج وحدة من بنات العصيمي، فأخذتهم إلى أصدقائي، فمعناته على علاقة بالفنانين الكويتيين كلهم بما فيهم يوسف المهنة. فقال لهم منو هذا اللي لحل بليغ حمدي؟ يعني هذا صوت حلو أكيد ولا كيف بيلحل بليغ ولا؟ ويا أما أنه عنده فلوس وايد، ويقول لهم يا أما أن عنده فلوس وايد، يا أما أن يعني عنده واسطة قوية، يا أما أن صوته حلو. فقالوا له ربي أنا، هذا صديقنا يا العصيمي، يقولوا له هذا صديقنا دارسين وياه، والحين ما لنا في الجالية الإمارات موجود، كان يقول لهم هاتوا لي. الحين منو هالكلام؟ أثرت التساؤلات في ذاك الوقت صحيح؟ نعم. وصرت عند يوسف والتقيت مع العملاق يوسف المهنة، يا الله أول ما شافني بالأحضان، وانت اللي بلغ لك، وانت ودعابه ورحبته اياه، ويعمل لي علاية وتردني للخليج بشكل الله. وبانتشار بعدني ما يتحقهم يوسف دوخي ولا غنم ولا هالشله كله. من اجمل الاغاني، يا الله نسمعها. نعم. زعم زين نسمع دين. اذا مثل ما قلتي طول عمرك، نعم، انا غنيت له يعني نخبه جميله من عمالقه الفن في الكويت وفي الخليج كله. اذا ذكرت بدر بروسلي من الشعراء، عبد اللطيف البناي من الشعراء، بالإضافة إلى غنام الديقان. وعلى ذكر غنام، قبل أن أطلع أنا وعقب نروح يوسف مهنا ويوسف دوخي وسليم الملا وراشد الخضر، ما خلينا عند غنام شوية أساس أني كنت متقدي عند اليوم، لا وبسوي لي بخشيش أغنية تستاهل بغني دوار في الديرة. حبايبي خلونا مع دوار في الديرة ونشوف غنام، انتبهوا غنام يسمعكم ترى. أكيد. وكان ضيفنا من حلقتين ترى. اليوم الإهداء للأغنية. يلا حبيبي. يا سلام يا سلام. بنيت للشوق قصرا عاليا من ورد وطينة من المسج، ومعمول بماي الورد. بنيت للشوق قصرا عاليا من ورد وطينه من المسج، ومعمول بماي الورد. الأعتاب فضة، الأعتاب فضة، وأطراف الوادي
اطراف الوايح وين كم جبينه يشابه نجمه المصباح خديكم الورد ونادينكم التفاح متى يطيح الندى وانا ادور بالاقداح التقي بالزين واقطف من خدوده ورد اقطف من خدوده ورد ناديت ناديت كم من صوت نادى صوت شيبتني يا دجيج العود حلو الصوت ناديت ناديت كم من صوت نادى صوت شيبتني يا دجيج العود حلو الصوت دوار كثير أتى يسلم هالصوت يا أستاذ عبدالله. الأغنية فعلا جميلة واستمتعنا فيها، والحين أبي أنتقل من الأستاذ عبدالله بالخير الفنان وننتقل إلى الأستاذ عبدالله بالخير الإنسان، الإنسان المثقف، الإنسان المحب للقراءة. وواضح أن أنت تعشق القراءة من زمان وتقرأ بشكل دائم. حابة أعرف وأتكلم عن هذا الجانب أكثر، لمن يقرأ عبد الله بالخير وماذا يقرأ؟ شكرا عموما على هذا السؤال الجميل. الإنسان، وهذا الإنسان ممكن يكون رياضي، ممكن يكون فنان، ممكن يكون مهندس ولا دكتور ولا طبيب ولا أي شيء. نعم. من الصفات أو المهن الجميلة أنك تكون فنان وتسوي شيء يحرك مشاعر الناس احيانا بالكلمة الجميلة، يتأثرون يصيحون او يفرحون، وباللحن الشجي احيانا تخليهم يتمايلون او يرقصون او ودي في المناسبات الجميلة في الافراح والاعياد لازم يكون الفن موجود. فمحلاتي انت تكون في هذا الجانب، من حسن حظي ونعمة من ربي ان كنت في هذا الجانب اللي هو يسعد الناس. يعني انا اعتبر نفسي شيء او حد جميل جدا لن يتكرر حق الناس،
بما مريت من ظروف جميلة وغاوية من شيوخي إلى عظماء في حياتي، ملحنين من أبهر المعلمين، رياضيين من أجود الرياضيين، وكلهم على الدرجات الأولى وعلى مخضين أبطال في مجال الرياضة الفكر والأدب. عندي على سبيل المثال الدكتور، على سبيل المثال صلاح الراشد وأحمد مثلا عمارة وعشرات منهم، لتنهل منهم جانب الطاقي وجانب التنمية البشرية والتنمية الإنسانية والتنمية الذاتية، فتتعلم وتأخذ منهم هذا العلم الضخم الكبير اللي هو يؤسس حياة الإنسان. نعم. وتعيش كإنسان جميل مبهج ومستانس وفرحان، أنت روحك قبل لا شوف شو بتبثه على الناس. فأنت لازم تكون مكمن شخصيتك الجميلة، وشكل ما قلت سابقا أنك تقسم عمرك وجسمك وإلى ثلاثة أقسام، يكون واحد منهم جسمك برياضتك وبأكلك على سبيل المثال نومك عشان يكون مرن وجاهز. نعم. وكذلك نفسك، هل تكون من النفس اللوامة أو النفس الأمارة بالسوء أو النفس المطمئنة أو الراضية والمرتضي، وتعرف عمرك وتختار واحدة منهم الجميلة. هل تستطيع أن تحصل على المطمئنة؟ إذا اختار اللوامة، تتخاصم مع زميلك اليوم وتروح البيت تأنبك حليلة صاحبك، وترد مرة ثانية تعتذر له وتسامح بدل هذيك الأمارة بالسوء، يا ليتك ضربت، يا ليتك جسلت، وتتذكر ربعك والجيشون عليه تضربه. ومن هني جسمك يا ليت ضابطنا برياضتك وأكلك ورقادك، ونفسيك عرفتها من أي اتجاه وتصلحها وتمشي عليها، وكذلك دينك فتظهر أمام المجتمع حافظ دينك، وبينك وبين ربك ما حد تدخل، وحافظ المجتمع بعاداته والتقاليد، لأنك تعرف بالإضافة للعادات والتقاليد اللي أنت عايشينها مع أهلك وربيت عليها برمجتك تشي فتش برمجتك. بس متى اليوم أنت لو تمشين في الشارع وتشوفين طفل فجأة تنزل الثقافة إلى البراءة، بابا حبيبي وين ماما وين، اللهجة تختلف والكلمات تختلف ولغة الجسد وكل ما في الناس تتحول إلى الطفل، وممكن تحضنينه وممكن تبوسينه، وفجأة يجي مثلا أبوه ولا جده أنت تغير الأسلوب، إيش حالك عمي وكيف أنت وإن شاء الله صحيح وإن شاء الله صحيح. فأنت عندك التمثيلية هاي الدور، تحفظ نفسك وكرامتك وسمعتك وسيرتك وتنمي نفسك الله. وتكون جاهز للإعداد ما بيتيك من غادم. عبد الله بالخير، تذكرين كل ما آي الكويت يتجدد الحب، شو سببه؟ من يكون ما يشوفوني، لكن من يشوفوني أنت المتكلم الجيد، أنت المثقف، أنت صحيح. عشان قلت كلمتين بساط، لكن هذه الكلمتين نتج وراهم ثقافات عظيمة لأنها دخلت القلب. ما في شك وصلتهم، أكيد وصلت للقلب. أيضا الحفلات والمهرجانات كثيرة اللي أنت شاركت فيها أمام الجمهور، نقول بشكل مباشر لك طبيعة خاصة على المسرح، خصوصا إذا حاولت أنك تداعب الجمهور الحركة وأنك تشعل تفاعل الجمهور معك بالمرح وبعض الرقصات الخفيفة، إيش كثر مهم هذا التفاعل وأنت تواجه الجمهور؟ شكرا طعمك على السؤال، هذا مهم وضروري وأساسي أنك تتواصل معهم. أنت ياهي هم إيش حقه يبينك في مناسبة، يا أما عرس يا أما فرح يا أما نجاح يا أما عيد وطني وعيد بلاد، فيايين عشان ينبسطون عشان يستانسون، فأنت ياي وأنت محط أنظارهم. يعني تصور أنت يعملون مسرح وكلهم ياسين يطالعونك، بس أنت اللي بتتحرك، إذا معناته أنت القائد وأنت في وسط الفرقة الموسيقية محيطة بك وأنت في وسطهم يالس تؤدي، فأنت القائد في هذه اللحظة. ارسل الأشياء الجميلة، اسعدهم وأبسطهم لأنهم جايين هني. فهذا إذا كان صادفته كلمة حلوة وصادف إداء جيد وصادف حركة حلوة وصادف رقصة جميلة شعبية من رقصات وفنون بلادك التراثية صحيح. كملت الصورة. اللي ما يحب هذا المشهد كله طبعا بيذم، وهذا يعمل على المسرح وهذا لا، ترى المسرح وظيفته، ما تحب الجمود على المسرح يخليك شخص جامد، تاخذ شخصيه، انا اخذت شخصيه مرحه ومفتوحه ومنطلقه وغير محدوده وما امشي على قواعد معينه. نعم. عشان كذي كل اللي ما امشي على قواعدهم ما عجبهم وضعي، لا هذا وهذا وبيحطون في النون وما يصنعون، ولكني هاي حياتي بيني وبين ربي ما يتدخلون ها، وبيني وبين مجتمعي اعرف العادات ربي عليها ومبرمج عليها، وبيني وبين الناس لقاء مفتوح، أروح لبنان وأروح القاهرة وأروح لندن وأروح مسقط وأروح
الثقافات مختلفة، ولكني أنا قايلة أتجاوب وياهم. صح. هذا يلزم إعداد كبير طبعاً. بهجة وأناس طبعاً. وفرحة وانبساط وسرور، لازم تبثها للناس وتقبلها الناس منك. وإحنا الحين نبي نبث السعادة. نعم. مع أغنية أخرى. والله بنظرك أنت روح هاي تبث السعادة، ما في داعي لأغاني. الله يحفظك. الله يحفظك. نعم. خل نسمع شيء يبث السعادة في نفوس متابعينا. روح غناتي كان بتروح، روح غناتي كان بتروح، مسموح وبرايك يا شحا، مسموح برايك يا شحا، ما في المجفي شي مربوح، ما في المجفي شي مربوح، غير الشقا وامتلى فرواح، غير الشقا وامتلى فرواح. روح عجيب قايد الغزلان لسروح، يا ما رعاه في سيح لطاح، لي ما يسوم الماء بالروح، شف خله وبنصر يا ولي. يا قايد الغزلان لسروح، يا ما رعاه في سيح لطاح، لي ما يسوم الماء شف خله ونصح حوالي، اتوح عمري فوقكم توح، مرة بخسارة مرة بارباح، اتوح عمري فوقكم توح 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 توح، مرة بخسارة مرة بارباح، يا ويلي وين ما حصلي منكم اربوح، وين منك مربوح، احط عكاز ومسمح، احط عكاز ومسمح. أغنية جميلة أستاذ عبد الله، أمتعتنا فيها وبأدائك العفوي الجميل. وأبي أنتقل لفن التقليد، وهو فن صعب، يعني ممكن في ناس يظنون أنه هو فن سهل وممكن أي شخص يجيد التقليد، لكن في الحقيقة هو فن راقي ولا يجيد إلا إنسان يستطيع تقمص الشخصيات. يمكن إحنا بالكويت الفنان داود حسين هو المتعارف أنه هو نجم التقليد بالكويت، لكن أنت أيضا كان لك برنامج تلفزيوني قلدت فيه مشاهير الوطن العربي وأيضا العالم، إلى
أي مدى هذه التجربة أضافت فعلاً لرصيدك مع الجمهور، خاصة أنها تجربة مختلفة غير غنائية؟ صحيح صحيح. هو إحنا طال عمرك طبعاً تحياتنا لداود طبعاً، لأني أنا عملت معاه عمل ناجح جداً. صحيح، وكلنا استمتعنا فيه. والبلامة الله عليهم، هذه الحبايب ساهموا في مسيرتي، لهم الشكر والحب طبعاً. وكلهم كويتي تلاحظين؟ نعم. الكويت اللي نصيب الكبير أنا في بينها وبين الناس محظوظين الطيبين إحنا الله يحفظهم. الله يسلمك. فطال عمرك التقليد اللي يقدمه داود الرائع، ويحتاج إلى مثل ما قلتي موهبة ربانية. صحيح. تخليك تشوف الشخص وتقلده شكلا وأحيانا صوتا وأحيانا حركة وأحيانا بالإضافة إلى فكر معين أنت بتوصل للناس أنت. ففنانين كثار اللي قلدهم داود. نعم. بعضهم زعل وبعضهم عصب وبعضهم رفض وبعضهم انزعج. نعم. بينما الحمد لله شاءت الظروف أني أنا قلدني بشكل جميل، ساهم في أول شيء بالنسبة للناس كشف بعض الجوانب من حياتي، وفي نفس الوقت انكشفت أنا أن في بعض جوانب من حياتي مسلية اعتمدت عليها وخدتها. صحيح. استفدت من داود ومن تقليده لي. جميل هذا. ويتستخدمها على المسرح وشفتها فكرة ناجحة. نعم. فأنا وفقت مع داود. لما جيت أنا عشان أقني هنا يختلف الوضع. أنا فنان ولي أسلوب ولي طريقة ولي شكل ولي ديزاين ولي مسيرة، فما أقلد الفنانين كفنانين هم عشان تسمع الأغنية، أقلدهم كفن آخذ من بلادهم وأغني بطريقة عبد الله بالخير. تلاحظين الاختلاف؟ نعم. أنا أغني مثلا على سبيل المثال مصر والمغرب والمشرق والعربي العالم العربي كله بالإضافة للخليج كله. نعم. أخذ أغنية مشهورة إما من تراثهم يا أما من أشهر فنانينهم وأغنيها أحيانا بزيهم وأحيانا في مسابقات رمضان هالكلام. صحيح. فأحاول أن أنا أغنيها بس بشكل بس بالطريقة البلخيرية، لأني خلاص أصبحت لي طريقة معينة. طريقة شو اسمها؟ طريقة بالخيرية. بالخيرية. نعم. ليش؟ لأن معتمدة على هذه العمالقة الكبار اللي ساهموا فيها. نعم. بداية ببليق ومرورا بعمالقة الكويت كلهم، وكذلك من خالد الشيخ أضاف لي، كذلك إبراهيم جمعة في البلد هناك في الإمارات، فكلهم فهد الجسمي عشان ما أنسى، وايدين من ساهموا في هذه المسيرة الجميلة وقدموها لي. فأغني شكل ما خبرتك بأغاني للتحية للشعب الفلاني وهدية للشعب الفلاني وذكر للدولة الفلانية، وأدي غنية من غناها بما أني أنا فنان. نعم. فما كان هو تقليد بقدر ما كان هو تحية وأداء بالخيرية لكل هذه الشعوب الجميلة. وخلنا نسوي بالانس أكثر ما بين الحوار والموسيقى في حلقة اليوم. نسمع طالع أغنية. ما أتكاهب عاد تأخذ الحوار الغاوي. نسمع أغنية أخرى. يا ما في شك، ما في شك اليوم اللي تبون تحت أمركم. الله يحفظك. يا ويلي ليتني حنا بشفه جانا للقلب شفه لو بعد بيدي مهفه صيف وبرد عليه ليتني حنا بشفه جانا للقلب شفه لو بعد بيدي مهفه صيف صيف وبرد عليه ليتني أقدر بجيده لو شرات الحي البيده كلها كلها جملة عبيده ومول مول 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 ما حد عليه ودانا 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 وويلي دانا ودانا دانا وويلي قربوا يا حبايبنا ما معنا بعدين قربوا يا حبايبنا ما معنا بعدين الله الله
حواولي قلبوا يا حبايبنا ما معنا معذب قلبوا يا حبايبنا ما معنا معذب أستاذ عبد الله. أنا متأكدة الناس والمشاهدين الحين خلف الشاشة مستانسين بحضورك وبهذه الأغنية الجميلة وعزف هذه الفرقة الأجمل. أعتقد الليلة الناس كلها محتفلة معنا. يعني اعتمد هذا الكلام هذا وأصدقه حلفي بإذن الله إن شاء الله. الله يحفظك. بإذن الله نأمل كلنا جاهدين سواء التلفزيون أو برنامجكم. نعم. أو وجودك أو المخرج أو المساعدين أو المصورين أو الفرقة بهدف إسعاد الناس. أكيد إضافة الفرحة عليهم بغنية بتسلية بموسيقى بإيقاع ببث مباشر عليهم. نأمل أن نصل إلى هذه المرحلة. وأنا متأكدة أنهم مشتاقين لصوتك وأغانيك وفنك. وإحنا اليوم أكيد رجعنا لهم بالذاكرة إلى أجمل الأعمال. وشنو القادم بإذن الله؟ القادم طال عمرك أنا أقدم أغنية للخليج دول الله. الخليج الست والله ولا حصلت على شاعر من عمان. تعرفين عمان وحبي لعمان وشعب عمان كلنا. من سلطانهم كلنا أكيد عمان منو ما يحبه حبيبتي طبعا. وبلد البهجة والأناسة والفرحة الشعب اللي دائما يعبر عن مشاعره يا أما بالرقص يا أما بالغناء يا أما بالأهازيج يا أما بالاحتفالات. صحيح. عمان يعني البهجة والأناسة موجودة. نعم. في الشعب نفسه في كله وأحبهم ويحبوني وحققت عليهم انتصارات على مدى السنين بعشرات الآلاف من الناس. نعم. فالشكر والحب والتقدير لعمان كلها من سلطانها إلى ولي عهده إلى أم عمان إلى الشعب العماني كله بأسره. وحصلت على شاعر جميل هذا الشاعر زار دول الخليج اسمه بخيت الشيادي. نعم. شاعر زار دول الخليج في الأيام الطفرة وشاف الكويت وشوف جمالها الله. وشاف السعودية وشاف قطر وشاف الإمارات وشاف البحرين وشاف الإمارات الست قصدي الدول الخليج الست. نعم. فكتب عن كل دولة بيتين اختزل كل اللي يبغى يقوله في بيتين لكل دولة وما أطيح لتطيح القصيدة عندي وأقوم بروحي من خاطري أصيغ ألحانها وخدت على نهج الفنان القدير العملاق قنام الديقان يعمل والنعم. شو عندهم الكويتيين ايقاعات كذا كذا تاخذ واحد من ايقاعهم شو عندهم البحرين تاخذ من ايقاعهم مثلا البسكت شو عندنا في الامارات تاخذ الشعبي شو عندنا في السعوديه تاخذ الخبيتي شو عندنا في عمان تاخذ طبولهم هاي المنوعه فعملتها والحين في طور المكس داون مالها فان شاء الله بهديها لدول الخليج كلهم اتمنى انها تنال الاستحسان. ايضا سعيده بطلتك الجميله للشرف. اشكرك كل الشكر للشرف. على حضورك اليوم بالكويت وبشكل خاص برنامج أسفرة الليلة. إن شاء الله دائما نلقاك بهذه الابتسامة. شكرا. ودائم الصحة والعافية والنجاح والمزيد من التألق والأعمال المتميزة أستاذ عبد الله. وما راح نختم إلا بأغنيتك اللي كل الناس تطلبها ويايينهم منذ الجبار بعد شو خليتي بالضبط. خلنا نسمعها. شكرا حفظك الله. إن شاء الله نلقاكم إن شاء الله مع ضيوف عديدين وحلقات أجمل بس راح نختم مع هذه الأغنية الجميلة. شكرا حفظك الله. شكرا. عيوني عيون عينت يوم عينت من العين عيني ليت عين بالعنادي عداني وعاداني ولا عاد واعتدى والعادة المحبوب لمحبي عادي عبارات وعبرات اعتباري وعبرتي بعابر سبيل للهوى في الهوى هادي يوعدني الضحى بالعصر بالعشاء ونصف الدجاب طلعت الرادي مواعيد عرقوب أحلام نايم وهذا في الهوى للغيد شرعا ومعتنودي فتني وفاتني وبفتافتني وفوت زماني بين ردي وتردادي هويت وواني وواني ليل هو وما بها وهوى من عمري امدادي شوف الحال مني حال وشوف الحال مني حال والحال انني لما عد حلال وما حل لي زادي حرف الجيم
حرف الجيم. تعرى سبيل الحب وسلك على الجدة وجد ودلك النيات تحظى بالإرشاد حرف الجيم. جبل جدا ذا الجد يا مجتدي الجدا ترى الجد ما يجدي فتى الجنة بالجاد بالجاد بالجاد. يانا من زنجبار سويا هلدان سويا هلدان يانا الهوى يانا يانا من زنجبار. عجيب لحب لحب ما سلم علينا شوانا ودار ما ندري شو صار ما ندري شو صار منا ما ارتوينا سوي يا هلدان.